وصل صوتك. ما يقال عليك ليمة هذه أنك رشحت السيد أحمد نجيب شابي للدخول الحكومة وفي منصب وزير الخارجية بالضبط. خليني نقول لك حاجة ساعة في الموضوع هذا. هذا الموضوع طرح في إطار ضيق، وخليني زادة نقول بوضوح راهو في مستوى عالي، فما نعرفش كيفاش وقع التسريب، والتسريب طبعا صار معنا مشوه كالعادة، ولكن طول الأطراف كل الحمد لله لسوء الحظ أحد يحمد الله على مكروه ساعات، ولكن الأطراف كل تورطت في التشويهات الكل. به سي نجيب شابي بالمناسبة اللي مازال ما يعرفش راهو مناضل، وقتها كانوا معظم التوانسة ساكتين، كان يدعم فينا وكنا ندعموا فيه زادا في العمل على يمزية والعمل على يمزية، كنا ندعموا في بعضنا الناس كله، ولكن على كل حال عنده صورته صورة إيجابية لأخيري. نعتقد لي متع الثورة موقفه ما عجبناش، بعد الثورة زاد كيف موقفه ما عجبناش، أما وقتها يطرح موضوع منذ شهرين. طيب أنا لغالب مضطر باش نتكلم في الموضوع هذا لأنه الطرف معناها اللي معانا اللخين في النهضة هما اللي سربوا هذه المعلومة، ما كانش حتى حد يسمع. نحن عندما طرحنا المسألة طرحناها في إطار نقاش منذ أكثر من شهرين يتعلق بتصورنا لبعض الوزارات. يسيدي بالفعل كما قلت لك بكريكا طرحت مسألة وزارة الخارجية، وقلنا ما عندناش مشكلة متاع فراغ لأنه ينجم يجي زيد سميت أسماء إلى آخره، وذكرت من بين تلك الأسماء شخص اسمه نجيب الشابي، أعتقد في تصور متاعي كونه ينجم يكون وزير خارجية، طبعا على شرط كونه يوضح بعض النقاط معناها مدام التزامه معناها بالتضامن مع حكومة. تعرف واحد يكون في حكومة راهي حاجة مهمة ياسر كونه يكون متضامن مع الناس اللي يخدموا معاه، هذه طبعا اكيد. ونعاود نذكر معناها اللي قلته لما نقلهوش الصفحات القريبه من الخاين في النهضه، قلت انا لا اتبادل السلام ولا التحيه مع سي نجيب الشابي اللي اقترحته، وبالمناسبه الاسبوع الفارط سي نجيب الشابي لقاني موجود في ما في بلاتو فقال لا اجلس معه بالنظر للحمله اللي عملها ضدنا، وهو الذي كذبها بين ظفرين معناتها الحكايه. لا صارت قدامي ما نجمش كذبها. لا انا حكيت لك حدث من غدوه كذبها في موزايك، ما نعرفش لا ما حكوش كذبها خاطر صارت قدامي. على كل حال مش هذه القضيه. هو عنده سلبياته طبعا، هو مش ملاك، لكن انا زاد كان جاي عندي قدامي معناها ناس في مستوى عالي، وكل راني اخترت شخص اخر او سميت ثلاثه من الناس انا بالمناسبه. سميت تو واحد منهم برك، ربما سميت 10، لكن هذا هو اش فما في الساحه. شكون هم الثلاثه اللي سميتهم؟ مش ما تعاودش تتسرب حاجه اخرى تقعد اعطينا فرد مره سي محمد. لا بالحق بالحق معناتها لا ما يسالش، معناها قلنا نجم يكون مثلا سي خليل الزاويه، مثلا سي نجيب شابي، نجم يكون حد من كتاب الدوله الثلاثه اللي موجودين، فهمت؟ ما نحاولوا نوضحوا شيء، راهو سي الهادي بن عباس غير معني بالامر، وحتى في نقاش معه حتى على المستوى الشخصي اصلا ما عادش نجم يقبل الفكره هذه كونه ربما يقع ترقيته الى رتبه وزير فيما يخص وزاره الخارجيه، لا يقبلها اطلاقا بالنظر للتداعيات نتاع القضيه نتاع الاخت الفه اللي نحن ما كناش وراها، اما نظامنا معاه ونظامنا مع كل صحفي يقوم بواجبه. حبيت نقول لك الشيء هذا باش تبدا الامور واضحه، الشفافيه هي الدواء للاشاعات. ان شاء الله ما تجيبش مقص، خاطر تو عندنا ياسر المقص في الفيديو، اليمين يقص اللي حاجته به واليسار يقص اللي حاجته به. ان شاء الله المواطن يلقى وقت في مسكين باش ينجم يتبع كل هالتناقضات اليوم المغرب على عيونه. وساعات يقولوا لنا اش بكم متناقضين في موقفكم، نقولوا لهم ثبتوا رواحكم راه مش نحن اللي متناقضين، نحن عندنا مبدا ماشيين به. كيما مثلا في اثنين نلقى واحد خاطئ على اليمين على غالب يلزمنا نقول له راك مخطئ، ونلقى واحد على اليسار في نفس التمشي هذا خاطئ نقول له راك مخطئ. كيما سي محمد مثلا حكايه 80 جلده نتاع سراج الغنوشي قال لك اخرجت من سياقها وما ما فهمناهاش معناتها انا ما تحطنيش في وضع باش ندافع على نتهاجم. اما انا اللي فهمت لي هو في اطار خطبه دينيه حكي على ايه قرانيه، وانا بيدي كنت نحكي لك بكريك على ايه قرانيه. اما انا قلت لك حاجه اخرى كان يقصوها هذيك كيما عملوا لي معاك المره اللي فاتت في الاعدام، ولاو بون شي فرح هم كون الناس كل ضد عقوبه الاعدام. بالمناسبه نهارتها معك انت راني قلت راني ضد عقوبه الاعدام. لا ما خذوا اللي يحبوا معناتها خذوا اللي يحبوا فسروها كانه شخص يقول لي خارج في مظاهره يعدم، ونحن نحكيوا على ناس يعتقدوا كونه قلب نظام الحكم بالقوه سبور هكا خارج في غير وحلا لا قلب نظام الحكم بالقوه، راه في فرنسا يتعاقب المؤبد، في تونس لسوء الحظ ما زالت عقوبه الاعدام. ولكن خلينا على الاقل عند خبر به كون تونس التزمت بعدم التنفيذ، وهذا شيء جيد ان شاء الله تلغي هذه العقوبه. في المغرب اليوم قالت فك الارتباط بين النهضه والمؤتمر من 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 نتائج الشيراتون جيت. اي هو تو بالنسبه للخيم في المغرب خلينا نقول لهم كل وضوح، فهم صحفيين اصدقائنا ونسربوا لهم ساعات معلومات باهيه ما مش وثائق وعندنا علاقه باهيه مع الصحفيين الكل الكل، ما راهو لاحظنا بعض الخيم في النهضه في المغرب عندهم مشكله كبيرة ياسر مع الترويكا مع حركة النهضة بالذات. هذاك علاش ولينا في وقت الأوقات والله متحرجين من كونه نعملوا تصريحات، لأنه تخرج من سياقها، ولأنه العناوين يقع اختيارها ديما بالشكل. لو فرضنا تحكي في 100 نقطة، نقطة واحدة تحكي فيها على نقد للنهضة، خلاف بين النهضة والمؤتمر، فبالله شوية حرفية أكثر من هكا، خلي المواطن على الأقل ما يزيدوش نتعبوه ياسر خاطر ما عادش ينجم يتبع. زاد العلاقة ليست في أبهى حالتها. خليني نحكي لك وين وصلت العلاقة. طبعا وقت نوصلوا لوسائل الإعلام نقولوا راه عندنا مشكلة، معناها رانا حاولنا بالوسائل الداخلية حاولنا بالوسائل الداخليه ما لقيناش تغييرات. المشكله راهو ماهيش حاجه للمؤتمر، بالله يفهموا راي ماهيش حاجه للمؤتمر.
كي يجيو نقولوا لابد من فتح ملفات الفساد بشكل جدي، ماهيش حاجه اللي نحن باش نروحوا بها راهو ماهيش ضدنا، هذا واضح ماهيش ضدنا، هذا تخدم هي تخدم البلاد ساهو هدف الثوره ساهو، عندك واجبات تجاه الناس اخلاقيه وواجبات كونك تحسن الوضع في البلاد هذه، وعندك اهداف تاع الثوره لابد من تحقيقها. كي نقولوا وضع الاليات لمكافحه الفساد كيف كيف اليوم على الاقل اللي نجم نقول لك في الاجتماع الاخير كونه طرحت مثل هذه المسائل تحطت على الطاوله في غير التفاصيل، ان شاء الله اليوم عندنا لقاء ومزيد لقاءات اخرى في الايام الجايه وستطرح فيها التفاصيل وان شاء الله ما نختلفوش في التفاصيل. لحتى اول جلسه الاولانيه كانت مبشره بكل خير، وكل النقاط اللي طلبناها واللي هي معنى لمصلحه الناس كل ما هيش مصلحه المؤتمر موجوده في وثيقه معينه، وان شاء الله في التفاصيل ما نختلفوش. ونعاود نذكر رانا ما حاشناش في نغادروا، ولكن لو فرضنا ما فماش تغيير جدي في طريقه الاداء تاع الحكومه طبعا لن نكون جزء منها، ولكن هذا يفهموا بعض الخيان تهديد والله ما نعرف انا، ولكن يقول لك الحكومه انا ذبي نوضع حاجه اللي يحكيوا منطق تهديد راهو تهديد كي تحكي على امور معناها مخالفه القانون ولا غيرها، هذا شريكك نهار يقول لك لولا نتفق على كذا سو قادر راهو حاجه مقبوله في السياسه. اما سي محمد علاش تقلق؟ تقلق شريكك مثلا يخليك في وقت من الاوقات تتحمل العبء نتاع الحكم وهو يتفرج، نحن بالمناسبه راهو في اشياء معينه ومن بينها الكسائل الفيديو اللي تحكي لها انت والتصدي للحمله نتاع 23 اكتوبر اللي كانت البعض منهم يحبوا يخربوا بها بلاد، يعني المؤتمر كان موجود اكثر لحمايه الدوله مش حمايه النهضه، وبالعكس لقينا حتى انتقادات من احد القيادات تاع النهضه يعتقد كونه ربما ساعدنا شويه في الخطاب، فبينا له كانوا رانا ماناش ندافعوا على حركه النهضه باش سيادته يعطينا راي في الموضوع هذا، قلنا له رانا ندافع على تونس وهي عزيزه علينا واستقرارها راه مهم بالنسبه لنا احنا باش نجموا الحق والمشروع الديمقراطي اللي من المفروض يحلموا به جزء من التوانسه، ونعتقد كونه جزء لاباس به. بالنسبه للترشيح سي نجيب الشابي مع وزاره الخارجيه الشرط هو انه يبتعد عن التحالف مع نداء. خليني ساعتك ساحه رجعتني الموضوع باش نوضح، عندما ذكر اسم سي نجيب الشابي قلت له وهو ليس بمرشح المؤتمر، اما جواب على سؤال من قبيل فما فراغ لا فماش فراغ البلاد تبارك الله عليها فيها كفاءات، معناتها على شرط انه ما يتحالفش مع نداء تونس، هذا مبدئي عندك تو هكا دخلت لي نقطه اخرى مهمه مطروحه على المده هذه، من سيدخل من غير الاطراف نتاع ترويكا من غير تكتل النهضه والمؤتمر حكومة. نحن بيدنا رأينا ونعتقد حتى رأي الأخين في النهضة وفي التكتل هو كونه اللي باش يدخل لازم يكون واضح. مثلا تو حد يجي يقول لك عنده تصور كامل في التقارب مع نداء تونس، عنده تصور في التصدي لقانون تحسين الثوره، ربما عنده تصور لمساله فتح ملفات الفساد، مانيش نحكي على طرف معين تو في الطاوله نفهموا ينطبق على الكلام هذا على طرف معين ام لا، اذا طرف عنده مثل هذه الامور طبعا ما يجبش يكون جزء في الحكومه. مساله اخرى اعترض عليها المؤتمر ونعتقد الاطراف كلها زاد صادقت عليها، اللي كان في وقت من الاوقات ضد الشرعيه في 23 وفي 24 أثبت حسب رأيي أنا الشخصي على الأقل على مسؤوليتي وأنا طرحت المسألة هذه، أثبت عدم التزام بقيم الوطنية، فمن المفروض أن لا يكون وزيرا لأن الوزير مؤتمن على مصلحة بلاد ككل، فمن المفروض كون يكون تونس قدام عينيه مش حسب المصلحة الحزبية، هذوما في تصورنا نحن أي واحد سيطرح في الحكومة سنعترض وأن أدى الأمر للخروج، خلينا نكون واضحين ومبدئيين ما نلعبوش بالمسألة هذه، بعد سنوات كان ثبت العكس مرحبا. جوستومون معناتها بغض النظر على شكون أسامي ولكن هذه المبادئ اللي ما تزحزحوش عليها. أي أما بدون تركيز على مسألة التعديل، حتى نحن أثرت علينا في المفاوضات مسألة التعديل، الناس كله ولات عندها هاجس واحد اسمه تعديل. تعديل على أساس شنو؟ فما مشروع معين اطرح من المؤتمر صادق عليه زاد تكتل، اليوم على الأقل رئاسة الحكومة قدمت لنا وثيقة تفيد كونه كل الوثائق هذه هي كل الطلبات هذه هي من المسائل اللي تشغلها، فلحد توا على كل حال نطمنوا الناس كونه الأمر إيجابي، إن شاء الله معناها في التفاصيل كما قلت ما نختلفوش. شكرا لك سي محمد عبد.